ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. اندلعت مناوشات بين مغاربة من جهة ومحسوب على جبهة البوليساريو الانفصالية من جهة أخرى يوم السبت 26 فبراير الجاري أمام سفارة المملكة المغربية بالعاصمة البريطانية لندن. وحسب ما نقلته جريدة أشكين الإلكترونية فإنه في الوقت الذي كان فيه عدد من مغاربة العالم ينظمون وقفة احتجاجية ضد الإجراءات المفروضة على مغاربة العالم الراغبين في الدخول إلى التراب المغربي بسبب كورونا، وإذ بهم يتفاجؤون بعناصر محسوبة على البوليساريو تريد الركوب على هذه الوقفة. وقد تصدى مغاربة إنجلترا بقوة لهؤلاء الانفصاليين المدعومين من طرف الجزائر. حليمة بوليساريو برا برا الصحراء الغريبيه.